بشيل حديد، بروح الجيم. دي حاجة كويسة على فكرة، لكن اللي عاوز أقوله إن إيه الحكمة من كورة كده طلعالي في بطني؟ الفتق الإربي. معاكم دكتور وائل متولي، استشاري جراحة العامة وجراحة المناظير. الحقيقة الفتق الإربي مشكلة كبيرة قوي، بتقابلنا إمتى؟ لما بنشيل حاجة تقيلة. عارفين الشباب بيشيلوا إيه تقيل؟ لما بيروح الجيم ويشيلوا أزيد من طاقتهم. أنا مش ضد الجيم، بس في الآخر عايز أقول إن نصيحتي النهاردة، لو سمحتوا عايزين نلعب جيم العب، عايز تشيل أوزان وتعمل عضلات والتراي والباي أو أهلا وسهلا، بس خد بال حضرتك ما تشيلش اللي فوق طاقتك. إحنا بنشوف فتق العيان كتير وبنحزن جدا، لأن قررنا مع الأسف بعد العملية ممنوع تروح الجيم، بعد العملية الفتق ممنوع تشيل حاجة تقيلة. تخيلوا يا جماعة، يبقى أنت اللي تسببت في أذى نفسك. إحنا كأطباء لما بنعالج الفتق، إحنا مش بنعالج فتق العيان، إحنا مش بنعالج فتق العيان، إحنا بنعالج العيان اللي عنده فتق. إيه ده، هو في فرق؟ طبعا بنعالج فتق العيان، يبقى أنا بعمل له الفتق وقول له اتفضل اجري روح شيل حديد، الكلام ده ممنوع. أنا بعالج العيان اللي عنده فتق، بمعنى إني بعمل له علاج الفتق، لكن بعالجه هو كمان من سبب الفتق ده. أنت شيال مش هينفع تشيل، بتلعب جيم وبتشيل حديد ممنوع. أعتقد هوايتنا الجميلة في الجيم إن إحنا بنشيل أوزان عشان تحافظوا عليها وتنعموا بصحة جيدة، ما تشيلوش فوق طاقتكوا. النهاردة نصيحتي لحضراتكوا، بلاش نشيل أوزان زايدة فوق قدرة جسمنا علشان نتجنب مرض اسمه الفتاق. شكرا لحضراتكم، أتمنى نصيحتي النهاردة تكون مفيدة لحضراتكم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، وإن شاء الله نشوفكم بكرة مع يوم جديد. شكرا لحضراتكم.